أكثر عن آخر التطورات في حلب ينضم إلينا محمد نور مراسل شبكة شام الإخبارية في حلب وريفها. أهلا بك سيد محمد، أبدأ معك بالتطورات الميدانية في حلب والريف الحلبي، كيف يبدو اليوم في ظل ما وردناه في تقريرنا عن تقدم للجيش الحر في يعني مناطق كثيرة الجبهة الشرقية؟ نعم، يعني صحيح، يعني أشد الاشتباكات تجري في ريف حلب الجنوبي الشرقي وبالأخص في محيط اللواء 80 ومطاري حلب الدولي والنيرب العسكري. منذ قليل استطاع لواء التوحيد من تدمير مروحيتين لقوات النظام في مطار النيرب العسكري، طبعا جاء تدميرهم بعد استهداف مطار النيرب العسكري بعدة قذائف هون وصواريخ جراد على مطار النيرب العسكري، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تجري في اللواء 80 وفي محيط معامل اللواء 80. طبعا الجيش الحر استخدم تعزيزات كبيرة جدا إلى تلك المنطقة ويحاول إعادة سيطرته الكاملة على اللواء 80. طبعا بالمقابل أيضا قوات النظام تسعى إلى السيطرة الكاملة على اللواء 80، أي أن اللواء 80 ما تزال منطقة فيه تدعم تلة الاف ام تحت سيطرة الثوار، وباقي أجزاء اللواء 80 هي تحت سيطرة قوات النظام، وبالتالي الطرفان يتصارعان على استكمال سيطرته الكاملة على اللواء 80. طبعا يترافق ذلك مع قصف مدفعي جنوني لقوات النظام وغارات جوية مكثفة على محيط اللواء 80 وعلى الأحياء الشرقية لمدينة حلب. طبعا سياسة النظام الإجرامية منذ بداية الثورة وإلى هذه اللحظة هي قصف الأحياء المدنية للضغط على الثوار أكثر للتراجع. بالأمس صرحت حركة أحرار الشام الإسلامية بقتل أكثر من 20 عنصر لقوات النظام في منطقة المواصلات، وهي المنطقة القريبة من اللواء 80. طبعا جبهة المواصلات وتلة الشيخ يوسف تقع بالقرب من اللواء 80، هي جبهة أيضا يصعد النظام من خلالها إلى اقتحام مدينة حلب واقتحام. ما أهمية هذه الجبهة محمد؟ نعم، يعني أهمية هذه الجبهة يعني تأتي أن قوات النظام تحاول قطع طريق الباب مدينة حلب وبالتالي السيطرة على جزء من الأحياء الشرقية. طبعا هذه المنطقة تقع بالقرب من منطقة النقارين التي تبعد عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب فقط 7 كيلومتر، أي بالتالي الأحياء الشرقية هي القاعدة الشعبية والحاضنة الشعبية للجيش الحر في مدينة حلب، وبالتالي إن سيطرت عليها قوات النظام هذه حادثة وكارثة كبرى، لأن قوات النظام ستسعى إلى ارتكاب مجازر في تلك المنطقة، وبالتالي يعني الجيش الحر يحاول صد قوات النظام في هذه المنطقة بجميع الوسائل. يعني هنالك حالة ذعر من المدنيين في الأيام السابقة بسبب تقدم قوات النظام إلى تلك المنطقة، ولكن الجيش الحر يعني دائما السؤال نوعية الأسلحة المستخدمة، هل الطيران من قبل النظام ما زال يستعمل أيضا؟ طبعا طائرات النظام لا تكاد تخلو منها اجواء مدينه حلب وبالاخص في تلك المنطقه، ايضا المدفعيه الثقيله من مطار حلب الدولي والنيرب العسكري تقصف الاحياء الشرقيه لمدينه حلب، تقصف محيط اللواء 80 ومحيط مبنى المواصلات، ايضا هنالك بالمقابل الجيش الحر يعني في الايام الفائته لم يكن هنالك لديه الاسلحه الثقيله، قبل ان تستخدم جبهه النصره اسلحه ثقيله من مستودعات مهين في حمص، والان الجيش الحر وجبهه النصره والكثير من الفصائل الدولة الإسلامية وأحرار الشام يقومون بدك تلة الشيخ يوسف ومطار حلب الدولي بالمدفعية الثقيلة وهي من الغنائم، وأكد لا وجود للسلاح طبعا لا من الخارج، لا أحد يدعم تلك الجبهة، وبالتالي يعني إمكانية الجيش الحر محدودة في تلك المنطقة، ويسعى بشكل كبير جدا إلى إعادة سيطرته على تلك المناطق. الوضع الإنساني، يعني هنا سؤال عن الوضع الإنساني أيضا، كيف هو؟ طبعا الوضع الإنساني يعني حقيقة عاجزون عن وصفه، ونحن في مدينة حلب أوضاع مأساوية صعبة. الآن نحن مقبلون طبعا أحياء الشرقية نتحدث التي تحت سيطرة الجيش الحر بعد حالة الذعر التي عاشوها من خلال تقدم قوات النظام في مناطقهم، هنالك هجرة، هنالك نزوح كامل لأهالي الأحياء الشرقية القريبة من مطار حلب الدولي النيرب العسكري، نتحدث عن حي كرم الجزماتي ومناطق قريبة من المطار، هنالك ايضا يعني غلاء فاحش في الاسعار في تلك المناطق، وبالاضافه اليوم يعني زاد عليها قوات النظام هو قطع الكهرباء عن المحطه الحراريه. طبعا صرح وزير الطاقه تاع النظام
بقطع خط الغاز عن المحطة الحرارية في مدينة حلب، لأن أحياء المؤيل للنظام أو الأحياء التي تخضع لسيطرة النظام لا يصلها الكهرباء نعم. بسبب الاشتباكات طيب. الدائرة، وبالتالي حرمان مدينة حلب بكاملها، حرمان ريف حلب بكامله بتصريح رسمي من مسؤول في النظام السوري. شكرا جزيلا لك من حلب محمد نور، مراسل شبكة شمل الإخبارية في حلب وريفها.